أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. التحقيق متواصل بالانفجار الغامض في مستودع العتاد جنوبي بغداد، ومسؤول في الحشد يصرح لفرانس بريس: لا نستبعد فرضية الاستهداف الجوي. تعطل مايكروسوفت يعرقل عمل مطارات وبنوك ووسائل إعلام على مستوى العالم، وسلطة الطيران المدني العراقي تقول: مطاراتنا لم تتأثر بالخلل الفني. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. تسبب عطل في منصة الأمن السيبراني كراود سترايك في مشاكل عالمية في مجال التكنولوجيا المعلومات، وأسفر عن تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك وعدد من وسائل الإعلام. وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن سقوطا معلوماتيا كبير الحجم أثر على مجموعة واسعة من الشركات في جميع أنحاء العالم، وفيما أعلنت دول عدة وشركات طيران تأثرها بالأعطال التقنية التي أصابت خوادمها من دون معرفة الأسباب وتوقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات. أكدت سلطة الطيران المدني في العراق أن مطارات البلاد لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحواسيب وأن حركتها ما زالت طبيعية. هذا وكشفت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، مؤكدة مواصلة التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت المتبقية التي يشوبها الخلل. استقبل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر وعددا من نواب وقيادات الحزب، وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي والخروج بحلول عملية لمختلف الأزمات، وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مستوى مجلس النواب ومجالس المحافظات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تسريع القوانين التي تهم المواطن وتعجيل التوافق على إقرار القوانين المهمة لا سيما الخدمية والاقتصادية. كما جرى التأكيد على أهمية دعم الحكومة الاتحادية وإجراءاتها المستمرة في تطبيق الإصلاحات بمجالات الاقتصاد والخدمات لكونها من أولويات المرحلة الراهنة، إلى جانب ترسيخ الاستقرار الأمني والاجتماعي على حد سواء. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تشكيل لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الانفجار في أحد مخازنها ببغداد، مؤكدة أن الحادثة لم يخلف خسائر بشرية. وأعلنت الهيئة أن الانفجار وقع في أحد مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين في المعسكر الخلفي بمنطقة اليوسفية، ولم تذكر الهيئة طبيعة الحادث وأسبابه وحيثياته. هذا ولم يستبعد مسؤول في الحشد احتمال أن يكون الانفجار ناجما عن ضربة جوية، موضحا خلال تصريح لوكالة فرانس بريس أن المستودع مؤمن بشكل فني لا يقبل وقوع أي حادث عرضي. ويأتي الانفجار بعد أقل من يومين على استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بطائرتين مسيرتين في هجوم هو الأول من نوعه داخل العراق منذ أشهر. بعين التشكيك ينظر العراق إلى تحذيرات واشنطن من إمكانية عودة داعش، ففي وقت تؤكد فيه واشنطن محاولات التنظيم لإعادة ترتيب صفوفه، تستبعد القوات الأمنية العراقية إمكانية ذلك لاختلاف الظروف والإمكانيات في العراق اليوم عنها قبل 10 أعوام. بعد نحو 10 سنوات على الظهور الأول لتنظيم داعش الإرهابي، تأتي تحذيرات أمريكية من عودة نشاطه استنادا إلى هجمات أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في النصف الأول من العام الحالي في كل من سوريا والعراق، وصلت إلى 153 هجوما، وهو رقم يشكل ضعف الهجمات في العام الماضي.
التحذيرات أشارت إلى أن التنظيم يحاول إعادة التشكيل بعد سنوات من انخفاض قدراته، لكن مخاوف واشنطن بددتها أجهزة الأمن العراقية متحدثة عن غياب البيئة الحاضنة للتنظيم وارتفاع جهوزية القوات العراقية مع استمرار العمليات الأمنية والجهد الاستخباري في المناطق الرخوة أمنيا والاهتمام بتأمين الحدود، ما يضعف من احتمالية عودة نشاطه مجددا. وضع الحدود العراقية الآن يختلف عشرات المرات عن ما كان عليه في السابق، أضف إلى ذلك الضغط الكبير اللي تمارسه قواتنا الأمنية على التنظيمات الإرهابية من ضربات جوية، من عمليات نوعية، من مطاردة وملاحقة لتنظيم داعش في أعقد المناطق المعقدة جغرافيا، أسهمت إسهام كبير في تحييدهم وتقييدهم. التقارير الأمريكية تتزامن مع تحركات ومطالبات سياسية بالإسراع في إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والموكل بالقضاء على تنظيم داعش ومساعدة القوات العراقية على ذلك. ورغم بعض التحركات الإرهابية وآخرها في محافظة ديالى، فإن مراقبين يعدونه ورقة سياسية أكثر منها تهديدا أمنيا. الولايات المتحدة تحاول تهويل أو تضخيم بأن داعش سوف يعود أو بدأ ينشط في سوريا والعراق، أعتقد هذا كلام ليس فيه أي مصداقية، لأن القوات العراقية وحتى القيادة العسكرية تمتلك الجهد الاستخباراتي والمخابراتي بأن تنظيم داعش يكون تحرك هنا وهناك، أما بعودتي أنا لا أعتقد هذا. ويستمر التنسيق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي في محاربة بقايا داعش. تشير التقارير الأمريكية إلى القيام بأكثر من 137 عملية مشتركة في العراق أدت إلى مقتل 30 إرهابيا واعتقال 74 آخرين بينهم قيادات بارزة في التنظيم. من بغداد، علي أسد، UTV. تنظيم داعش الإرهابي، انتشاره وخطورته على الوضع الأمني في العراق صار محل جدل بين العراق والولايات المتحدة بحسب التصريحات والمواقف المتباينة بين الجانبين. التفاصيل في سياق العرض الآتي. يثير التصاعد في هجمات داعش الإرهابي في العراق الأيام الماضية كثيرا من التحذيرات والتصريحات والقلق أيضا من عودة نشاط التنظيم الذي فقد كثيرا من قوته خلال السنوات الماضية، وسط تساؤلات عن حجمه وما إذا كان قادرا على إعادة البناء والانتشار كما حصل بعد الانسحاب الأمريكي في 2011. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن داعش ضعف هجماته في العراق وسوريا منذ بداية العام الحالي، وأكدت أنه يحاول إعادة تشكيل نفسه، مشيرة إلى أن 153 هجوماً نفذها التنظيم في العراق خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما رجحت أن الهجمات ستصل إلى ضعف العدد الإجمالي التي أعلن عنها العام الماضي. أما عراقيا فإن مسؤولين كبار ومنهم رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قد قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا في العراق، كما أكد رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله في وقت سابق أن داعش انتهى عسكريا بعد تحرير جميع الأراضي التي سيطر عليها، موضحا أن بقايا التنظيم تعمل في أماكن محددة تم تحديدها في المثلث الذي يضم كركوك وصلاح الدين وديالى. وإزاء المواقف المتباينة والتصريحات المتضاربة بين واشنطن وبغداد بشأن وضع داعش، يقول خبراء عسكريون إن التنظيم يمر بآخر مراحله العمرية في العراق تحديدا، لكنه يمثل خطرا مستمرا، خصوصا أنه قد يخترق بعض مراكز المدن على شكل أفراد لتنفيذ عمليات إرهابية، ما يحتاج إلى مزيد من الجهود لإنهاء هذا الخطر. وبالعودة إلى الوراء قليلا، فإن القائد العام للقوات المسلحة كان قد أصدر توجيهات للقيادة الأمنية مطلع العام الحالي بالتأهب وإجراء مراجعات شاملة للخطط العسكرية، مشددا على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطا لداعش واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة بهدف إضعاف قدرات عناصر التنظيم والحد من حركاتهم. وفي موقف آخر تؤكد الحكومة أن آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب وجوب محاربتها، والإرهاب لم يعد يمثل خطرا على الدولة، فيما يشكل الفساد شرخا في مصداقية عمل أجهزة الدولة. بعمليات نصب واحتيال، ضحايا التداول الوهمي يتحدثون لUTV. هذا الملف بعد قليل، ابقوا معنا.
ضحايا بالعشرات لعمليات النصب عبر مواقع للتداول الإلكتروني للأموال في العراق، مواقع أودع عراقيون فيها أموالهم لتحقيق ربح سريع، ليكتشفوا لاحقا أنهم منعوا من الوصول إلى حساباتهم بعد أن أغلقت من دون سابق إنذار، تاركة المستخدمين في عجز وخسائر. الربح السريع وبلا مجهود حلم يراود كثيرا من الشباب، لكنه يتحول اليوم إلى كابوس عندما يضعون ثقتهم في مواقع وهمية للتداول الرقمي، فتضيع أموالهم وأحلامهم معا بمجرد إغلاق الموقع من دون سابق إنذار. خسارة بمقدار $300 في تطبيق للتداول الرقمي تعد قاسية بالنسبة لهاشم بشار الذي يعمل سائق أجرة، بعدما وضع ثقته في برنامج عبر شاشة الهاتف. يقول إنه وكثيرا من أصدقائه وقعوا في فخ نصبته مواقع تروج للربح السريع والثراء عبر منشورات ممولة على وسائل التواصل الاجتماعي من دون تسلحه بالمعرفة. قلت خلي تورط، قلت خلي أفوت، أجازف بثلاث ورقات وأتعلم الطريقة، بعدين قلت يعني يصير عندي، أكيد قلت راح يصير عندي أموال، راح يصير، فكرت لي قدام راح أبدل سيارتي، راح يصير عندي أرباح، راح أشتري قطعة أرض. فيعني كثير جماعتي هسه، عندي واحد من جماعتي باع سيارته وتداول بيها وخسر السيارة مالته هسه، وأنا هم نفس الحالة، خسرت الفلوس مالتي وقاعد. عشرات التطبيقات للتداول الإلكتروني انتشرت مؤخرا في العراق غير معروفة المصدر، أشهرها برنامج ER Space، أغلق معظمها من دون سابق إنذار، تاركة المستخدمين عاجزين عن الوصول إلى حساباتهم، ليقعوا ضحية النصب والاحتيال، متكبدين خسائر مالية تقدر بآلاف الدولارات. وحذر خبراء الاقتصاد والمال من استخدام تطبيقات لا تخضع لقوانين سوق الأوراق المالية، إذ إنها عادة ما تكون خارج العراق. هذه البرامج هي خارج سيطرة أي جهة حكومية، لأنها يتم تداول فيها من خلال الإنترنت ويتم الدفع لها إلكترونيا، ولا توجد سلطة قانونية على المواقع الإلكترونية لا سيما التي يعني تكون خارج البلد وليس لها مقرات داخل البلد. تستقطب الشركات الرقمية ذوي الدخل المحدود لإغرائهم بسرعة الربح عبر تداول وهمي باستخدام واجهات لبرامج عالمية رصينة تدخل المستخدم في أجواء السوق العالمية بعملية نصب جديدة على العراقيين بعد ملاحقتها قانونيا في عدة دول بحسب متخصصين. قاسم الزيدي، UTV، الموصل. قال خبراء ومواطنون إن التداول الرقمي في العراق موجود بشكل محدود وغير قانوني، مشيرين إلى أن الشركات التي تعمل بهذا المجال تستدرج ضحاياها عن طريق الإعلانات الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي. نعم، هناك تداول رقمي في العراق ولكن بمستوى ليس بالكبير، وخارج الإطار الحكومي وخارج الإطار القانوني من خلال منصات في مواقع التواصل الاجتماعي يتم الإعلان والترويج إليها، وهناك عددا من المواطنين يقعون في خطأ التداول في هذه الشركات، لأنها هذه الشركات هي شركات غير قانونية. الطرق اللي جذبتنا أنه هي طرق قصص النجاح، الناس اللي تطلع تحكي انه اني خلال هلقيت سنه قدرت اشتري بيت، قدرت اشتري سياره، قدرت اصلح وضعي الاجتماعي. وايضا مواقع التواصل الاجتماعي دائما تعج بهذه الاعلانات الخاصه بموضوع التداول الرقمي. اكو تداول رقمي ولكن نشوفه فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اعلانات غزيره يعني، وكلش هوايه اكو اعلانات شركات مختلفه، صيرفات مختلفه تروج للتداول انه اكو ربح، انه اذا انت عاطل على العمل او كذا وعندك مبلغ من المال تقدر تستخدمه للتداول ويانا حتى تحقق ارباح او فشي. وفيديوهات تروج انه ادخل الى عالم التداول تربح $1,000,000 في شهر، يعني موضوع ما يعقل، اي تجاره عالميه ما تربح هذا الربح بشهر الا اذا كانت ميزانيتك عاليه جدا. احنا مثل ما نقول العراق الفلوس تجيب فلوس، انت تطب $200 $200 تجيب $1,000,000، هذا مو معقول. فاغلب شركات النصب تتبع هاي الطريقه، انه تعال ادخل براس مال طبيعي أدعمك أني أو شركات ممولة أنطيك حساب ممول، بالتالي ربحك يكون $1,000,000 $500,000 بالشهر، وهذا ما معقول. التداول هي تجارة اعتيادية.
حملات كثيرة لتشجير المدن والطرقات كان مصيرها الفشل، فبذل الجهد الحكومي أو التطوعي في هذا المجال يفتقر بحسب خبراء الزراعة إلى التنظيم والمتابعة والعناية، ما يتسبب في هلاك الشتلات المزروعة. عشرات من حملات التشجير التطوعية والحكومية شهدتها ديالى طوال السنوات الماضية لمواجهة التصحر والتغير المناخي، غير أن معظمها فشلت، وآلاف الشتلات التي زرعت كان مصيرها الهلاك نتيجة إهمالها أو عدم سقيها بانتظام، فضلا عن زراعتها في أوقات غير ملائمة. يعني هي الحملات ليش تفشل؟ لأن الحكومة أو المواطن يزرعها ويهملها، تشوف الحملة الناس تزرع وبكو يعني وتكمل الزراعة، بس شنو بعدها؟ تهمل الزراعة. يعني أول شيء تهملها، ما تعطيها مي وعناية، ما ينطوها، ويختارون شتلات مثلا هي ما ترهم بالشمس تكون صالح للزراعة الخارجية. أما السقي يتم باليوم مرتين أو ثلاث مرات، يعني الصبح بالليل العصر، هيك أوقات ينسقي النباتات تمام، والأسمدة تبدأ فترة الربيع والخريف، يعني منشطات حتى النبتة تبقى نشطة وزاهية تمام. وبحسب خبراء الزراعة والبيئة، فإن أبرز الأشجار المقاومة لأجواء العراق هي الألبيزيا والأكاسيا، فيما تتطلب حملات التشجير تنسيقا مع دوائر البلدية للعناية بالشتلات وتوفير منظومات ري حديثة لسقيها. يعني زرعها ومشى، اوكي انت تدري هاي اسبوع تموت، ثلاث ايام تموت، لا احد يجي مثلا سقي، لا اكو عمليات تقطير مثلا. احنا نشوف مثلا تطلع برا، تطلع بالشمال، حتى بالبصران شفت انه اكو تقطير هاي الاشجار المزروعه. هاي الحملات ما تنجح اذا مو وراها تنسيق، تنسيق مع الجهات المعنيه بايصال المياه الخاصه للسقي. وتقلصت المساحات الخضراء في مراكز مدن ديالى بأكثر من 30% نتيجة لتجريف البساتين وارتفاع معدلات تشييد المجمعات الاستثمارية والتجارية على حساب الحدائق والمتنزهات وفقا لتقديرات غير رسمية. تحتاج المحافظة إلى أكثر من مليون شتلة حاليا للحد من أضرار التصحر وتحسين البيئة. علي العنبقي، يو تي في، ديالى. سوق الشيشان في الكوت تكثر فيه البسطيات وتقل المحال، وكلها مخصصة لبيع الأغراض القديمة والمستعملة بأرخص الأسعار، يرتاده الفقراء هربا من الغلاء، وكذلك بعض الميسورين بحثا عن الأنتيكات. ما أن تغص في درابين سوق الكوت الكبير حتى تستقبلك محال وبسطيات صغيرة تباع في معظمها بضائع مستعملة تمتاز برخص ثمنها، حينها تكون قد وصلت إلى سوق الشيشان الذي يرتاده الفقير بائعا كان أو مشتريا. تعود تسمية هذا السوق إلى عام 1994 عند اندلاع الحرب الشيشانية الروسية التي تزامنت مع أيام الحصار الصعبة. كان الواسطيون حينها يبيعون حاجيات منازلهم في هذا السوق. التسمية تعود إلى الحرب الروسية الشيشانية في بداية التسعينات من القرن المصرم، وبالتالي بعض المواطنين أو معظم المواطنين تقريبا بالمحافظة بدأوا خاصة من الطبقة الفقيرة والمسحوقة ينقلون ما زاد عليهم ويبيعونه في مكان محدد في محافظتنا، وهذه التسمية أطلقت عليها تسمية سوق الشيشان، فبقي المواطن على علاقة وطيدة بهذا السوق باعتبار سوق الطبقات الفقيرة والمستضعفة. تذبذب الدولار وارتفاع أسعار الحاجات في السوق الاعتيادي زاد من الإقبال على سوق الشيشان، فالأسعار هنا لا تصدق، ولعل أغلى حاجة فيه لا يتجاوز سعرها 5000 دينار فقط. اليوم الفقير بدل ما يجي للسوق، يعني اليوم أقل حاجة، إذا خلنا نجي على مجال الملابس، أقل حاجة كملابس بالسوق بالمحلات التجارية هي ب10,000 دينار، بينما بسوق الشيشان وبالتحديد أيضا سوق البالة يمكن يجيها بألف وبألفين وبثلاثة، يمكن أغلى حاجة ب5,000 دينار. أغلب المواد المباعة هنا مواد قديمة جدا، ويعد بعضها من الأنتيكات من دون علم بائعها بذلك، ما يدفع بعض الميسورين أيضا لارتياد هذا السوق بحثا عن بضائع فريدة. من وسط، حمزة الأسدي، يو تي في.
ومن الكوت إلى المثنى، حيث يطمح مزارعون إلى الوصول بمحصول البامية إلى العالمية، ويصفونها أي البامية بأنها لا مثيل لها في البلاد من الطعم والشكل واللون. البامية السماوية تتفوق على نظيرتها من حيث الطعم وحباتها المملوءة بالبذور، ويصفها مزارعوها بأنها لا مثيل لها في البلاد، وربما تتفوق على الإيرانية، إذ تتميز في لونها وشكلها ورائحتها وملمسها الناعم. إلى ميزة البانية عندنا عن بقية المحافظات، هسه جاي يصدرون بانية إيرانية، من تذوق طعمها ما بيها طعم. هنا عندنا ليش؟ أولاً التربة هنا بالجنوب وخاصة بالسماوة مخصصة لإنتاج هذا النبات. أولاً العناصر بيها فسفور عالي، والبامية تحب الفسفور، إضافة إلى كربون بنسب، إضافة إلى عناصر مثل النيتروجين وغير ذلك من الكالسيوم اللي احنا تربنا كلها كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم. ومع حلول موسمها السنوي يزداد الطلب على بامية السماوة، ويقول المزارعون إن زبائنهم يأتون من الخليج لاستيرادها، والسبب يعود إلى طعم الملوحة المميزة فيها والمكتسبة من تربة المدينة. عندنا مساحات اللي هي يسمونها شواطئ، شط الرميثة أو الجرف نسميه، هذه أكثرها تزرع بامية وأيضا المناطق الأخرى. السبب التميز هي التربة والأملاح، وأيضا تمتزج أملاح التربة مع عذوبة مياه النهر، لأنه الوحيد في قضاء النجمي مياه عذبة يمر شط الرميثة، بعد النجمي راح تكون المياه مالح لأنه تعتمد على الفرات، والفرات مالح بالسماء وغيرها، لذلك تتميز هذه البامية ولذلك يكون عليها طلب. أسعار البامية السماوية تبلغ في الأسواق المحلية 5000 دينار عراقي، بينما تتراوح أسعار الأصناف الأخرى بين 1000 و3000 دينار. بامية السماوة عامة، بعد بامية البساتين تسمى بامية النجم. ليش؟ من حيث الطعم واللون والشكل والرائحة وغير ذلك من المميزات، لذلك أسعارها حتى أسعارها مختلفة عن أسعار البامية البقية. ويطمح المزارعون في المثنى إلى بلوغ العالمية بمحصولهم المميز، فيما يرى مختصون في الزراعة أن تسويق المنتج يحتاج إلى تطوير ودعم أكثر. ختام جولتنا الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.